شدد الرئيس سيسي على ثقته في ان مصر ستبقى قويه بصمود وتضحيات ابنائها كما جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئه لهيئه الشرطه مشيرا الى دورها المحوري في الحفاظ على امن واستقرار البلاد ان تعقيد الظروف الدوليه والاقليميه فرض علينا في مصر تحديات اقتصاديه كبيره لم نكن لنصمد امامها الا بما حققته اراده شعب مصر العظيم التي شيدت خلال السنوات القليله الماضيه اساسا متينا يعيننا باذن الله على عبور التحديات الراهده. ودعوني اقول لكم بكل الصدق ان الله قد اراد لهذا الجيل في مصر ان الله قد اراد لهذا الجيل في مصر أن يحمل البلد على كتفيه، وأن يعبر به جبالا من الصعاب والمخاطر. وأنني أثق أن هذه المهمة المقدسة، التي تقع مسؤوليتها علينا جميعا، ستبقى شرفا يذكره التاريخ لكل من تحمل في سبيل هذا الوطن وانتصر له. أثق ان مصر ستبقى باذن الله قويه بصمود وتضحيات ابنائها وسباقهم الزمن لتحقيق احلامهم وايمانهم بحقهم وحق بلادهم في مستقبل افضل تتحقق فيه المكانه التي تستحقها الامه المصريه بين الامم وختاما واذ اجدد التهنئه الخالصه لهيئه الشرطه في يوم عيدها واشيد بدورها البطولي في حمايه المواطنين والحفاظ على امنهم اؤكد ان الدوله بكل طاقاتها وامكاناتها تعمل على تحقيق الامن بمفهومه الشامل